خير الناس بعد الرسل كرام مرى صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرعا ومسرا بشراهم بالجنة سبقا يا للبشرى يا للبشرى أولهم والد عائشة زوج رسول الله وبكرى أبو بكر أول من آمن الصديق رفيق الهجرى كان يحب رسول الله أبدا ليس يخاف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أصوانا مغلومين حديثة نتوكمي سيرة عبادة من كتاب الأربعين إسلام أبي زكريا رحمه الله تعالى هو أجيب من ساولي مغلومين أما كيه زكارة بالي وعالم السنة إن اللي أتوكي جرمنا من جل جنب ماري ما قياما قضي تحكي فدار من قرآن مقرين وقصو سنة مغلومين فقال مغلومين آية مقربة الله كتاب دوري مغلومين كنوني حديث من قريبك فارس من جوريمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعجب برنامج كتنما تأسى دقامنا صحابة مرأة الحاج قرمو وقيم قال لك هذا هو سكين ما غير سبركة كوري من كتجانا إحابة سيرت من دي على كرسن دي إبه منتقا ليتفضل مشكورا مجورا. Yang kumakan oleh beliau itu di PTR
dadar kumol le fanam aya kumas ka karandillal ke nimbara ila baro nim kan ke jay tay bol ay hakira bol nim to ko karamol le yamu kawono ma anila shadato wole se tali ko fudan ni binyon no wala me be momento bi men no me yaran ko mayata me wono me yaran ko anyawa baro ala sewo ni warta bala te ke no la panin tali ko e karan jilla la kumo moy waato men ko la wulula ay hakila bulan bi kadin mo dar fa ko tan ni sayrin ko rasko ko no kane bala ye ten fel non di ni mo dai kana mi ran non do dal qur'an o qurba tanga adan ta jere bari hani sayin non pamaye non di ni mo nyam bina ko masila be ala dani la asen ke kumo ni mo ilati ay ke no mala me ten ten na fatra me be ni no ma wala tira wa tullab al farijiya talibon me yaram ko iman tabastiri jan ki katale kanana wollen lobina karon kela sainte karmo woni abe talari nya fulal wara karandero ko te system fulal don bi je wolbe sabatiri jande do ka jambo na postal ni sal don fadam bi je wol katale kanana wol don wollen kana karon te sainte binan della moyla qur'an wala kabawol dinnumal boro dala dali le tawfiqo tilawatullah bil farijiyya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله Oh!
تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما
وطبقا يخصبان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فقرا من بين المعونة قراءة بعض الأحاديث من 100 الحديث كتاب ميانا كو حديث كمي يوريك نيولا كون وفنن أفي كتاب وجبت لك من كران دي جم كفوني قرآن من القرباني بنا تعلق الصدر من بنا دو كران كبوجه هو على ذلك السؤال والجوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة إلى حديث لك أبي هريرة ما رضي الله عنه إلا لقنا بها ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيه قال إلا لقنا جكنا كيس قال عتيب أما يخشى يا لئم تكن الذي يمك به يرفع رأسه أجيب من جرني قبل الإمام المام كان أن يؤول الله رأسه ألم غهر من دنيا رأس إماري قواري من مره. ما شاء الله حديث جميل. سؤال ثاني. سؤال يقول حق المسلم على المسلم كم؟ اذكره ترتيبا بدون شك. أحسن حق تبارك حق المسلم على المسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسمية العطش. جزاك الله خيرا. السؤال اشرح الحديث التالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حفظ الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة إذا جئت الله بهريرة رضي الله عنه إلا لنا بمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل فريق لنا جدكم قال أتي إن الله يغار ألا وصوله وغير رسول الله ألا تظن الكبير أن يأتي المؤمن مؤمن لتوما ما حرم الله ألا غريبا لك. جزاك الله خير. السؤال ما هي أحب الأعمال إلى الله تعالى من الحديث الذي درسناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة إلى بسلة أبي هريرة رضي الله عنه إلا أنك أبي الله عن عائشة إلى بسلة عائشة رضي الله عنها إلا أنك أبي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا رغبت أن أبن عائلة لنا جكنا كيف قال أتي أحب الأعمال إلى الله تعالى قل سوقا فكرة أن لا يغلق لك أدومها قل لتماته وإن قل أنا لا يبس الله. جزاك الله خير. السؤال ما هي أفضل الصيام بعد رمضان وما هي أفضل الصلاة بعد الفريضة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبو هريرة يحدث لك أبو هريرة رضي الله عنه إلا أنها بأمره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إلا أنها لك نجس قال أتي أفضل الصيام سمعت وسمتي بعد رمضان فقد صلي شهر الله المحرم الله غفور من تي وأفضل الصلاة صلي جوزا
وصل جواز مدين بعد الفريضة فلصل مقلل صلاة الليل قرون سلم. سؤال: ماذا ينظر الله سبحانه وتعالى في الإنسان؟ أفي صور أم في أموال أم في ماذا؟ واذكر ذلك الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن أبي هريرة في حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه إلا الذي أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مجل أن نادك لكن قال أتي إن الله الذي لا ينظر أن تعيني إلى صوركم كتب صوركم وأموالكم كتب قبركم ولكن خبري ينظر أواني إلى قلوبكم كتب صوركم وأموالكم ألف قلوبكم. نعم. سؤال: اكمل هذا الحديث ثم اشرح. يدفع الميت ثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن أبي سلمة رضي الله عنه إلا الذي أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نجا النبي من إلا لمن أجد ناكيه أنه قال: نادي فارتي يتبع الميت ثلاثة حين سكان له رحم فيرجع إثنان حين يلكم مسعين ويبقى معه واحد أنا تعالى من كان يقبل بنور يتبعه أهله أسر الله الليل وماله على ناقله ويبقى عمله أنا تعالى الناس فيرجع أهله أسر مسعين وماله على ناقله ويبقى معه أنا أتوقع كل ما قبل كده. طيب، السؤال: ما هي الشيء الذي خير من الدنيا وما فيها؟ ما هو الشيء الذي هو خير من الدنيا وما فيها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عائشة يا ليتنا عائشة ما أجمعوا عنها إلا لكنا نجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم أجل لكم فارغا إلا لكنا تكلا بس قال أجي ركعتا الفجر فجر ركع من بلي خير من الدنيا أم بسط نصيب وما فيها أروس بطنس. طيب، سؤال: موضوع الحديث كالتالي: أن يترك الإنسان ما لم يتبين فيها. اذكر الحديث كاملا عن الشافعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن أبي هريرة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلا لم نفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى فريدا لمن أجت نكس قال أجي إن العبد كمنا يتكلم أواليهم بالكلمة تجار قليل ما لم يتبين فيها أما بني كتاب من الجنة يسل بها في النار كدي أن يسمعه لو يقليم بي أبي عدا بغلاد دا ما بين المشرق والمغرب كم بكر لكم إلا نار. سؤال: من نذر أن يطيع الله ماذا يفعل؟ ومن نذر أن يعصيه ماذا يفعل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة التي تلقى عائشة مغى رضي الله عنها اللي ألقنا جنة مغى عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي رابق قريبا صلى الله عليه وسلم قال أتي من نذر بغناته أن يطيع الله أن تغلبته فليطيعه النبي ومن نذر بغناته أن يعصيه أن تغلبته فلا يعصيه ما أبته. نعم. سؤال:
اشرح لنا هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبو هريرة من حديث لك أبو هريرة رضي الله عنه إلي أن لنا دمغة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لإلي أن لنا دمغس قال أتي ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ألف صلى الله عليه وسلم أبر ما ينظر له أبدا إن اشتهاه أغانيكرا أكله أنيكا وإن كرهه أغمانيكرا تركه أنكه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله وصلنا نقولهم حديث بين غاري انتبه موضوع المنتبه آخر حديث سيدنا حديث بين لدب نجيك سيرغان خوانا جيكو جيكو بيرويا لبي إيغان نيوكول لغانا جور نانساقا نايغا كمانساقا غاغاني أنناوا أنناوا ساليمون كو كفار الفرامون دي عليه الصلاة والسلام تواصل فقرة ديغوما قكيها لآياني قراءة نوم تلفة الأطفال والغلمان في علم التجويد مجموعة المدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى: يقول رجي رحمة الغفور ثم سليمان وجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا ومعه هذا النبول المريد بالنون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عليه النرمي بالكمال أقل به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحفاهم النون الساكنة والتنوين لبنونهم درس وللتنوين أربع أحكام فوق التنوين والأول الإبهار قبل أحرف للحلق ست وفي بدفع تعريف خمس فهاء ثم عين حاء ثم لا ثاني ثم غين حاء والثاني نعم في ستة أتت في المولود عندهم قد ثبتت لكنها قسم لقسمه الغمى فيه بغنة بينبوع لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغ تغنية ثم صنوان تلا والثاني رعب بغير غنة باللام والراء ثم كررن والثاني كل قلاه عند الباري لمن بغنة مع الإخباري والرابع الإخبار عند الفضيل من الحروف واجب للفضيل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضممتها إذا كان زاد شخص قد ساها ذم طيبا زفيت قنطا ظالما أحكام من مشددين وغنى ميما ثم نونا شددا والغم كل الحرف غنى بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تابي قبل الهجاء لا آلف لينات لي للحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخبار مدغام وإبهار فقط فالأول الإخبار عند الباري وتمه الشفية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وتمه إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شكوية واحذر لداوى من وفاء تختفي لقربها والانتهاد فاعرفي حكم لا أفعال ولا مفعول للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربعين عشرة خذ علمه من بغي حجاك وخض عقمه
ثانيهما إكرام وفي أربع وعشرة أيضا ورمزها فاعي تبتم أرسل رحمة تابو الزبدان عم لحسو أظن بزر شارفا للكرم ولا مالو لا سميها قمرية ولا مالو سميها شمسية وأظهر النار ما فعل مطلقا فينا في قلنا عن وقلنا وثقا للذين والمتقاربين والمتجانسين في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقربا وفي الصفات اختلفا يلقبا قاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافعمنه بالمثل أقسام. جزاكم الله خيرا. الآن العشر المبشرين بالجنة مجموعة أستاذ فهد جرامي مجموعة العشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أصحاب رسول الله رجال عشر خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة بشراهم بالجنة سبقت يا ذا البشرى يا ذا البشرى أولهم والد عائشة زوج رسول الله وبكرة أبو بكر أول من آمن الصديق رفيق الهجرة كان يحب رسول الله أبدا ليس يخالف أمرا أنفق أعتق لم يتردد يرجو الله فعظم أجرا والثاني عمر الفاروق يخشاه الشيطان ويكره فلم يغيق القلب قويا نزل الوحي يوافق فكرا فتأى الأنصار بإيماء حكم فعدل وترك الأثر كان الإسلام غريبا حتى أعز الدين به ذو الليل الثالث وهو عثمان ذو جيش العسرة كان عليا كان رفيقا يحيي الليل ويكفر ذكرا بايع عنه رسول الله يوم البيعة تحت الشجرة جمع القرآن وأرسله للأمصار بأيدي سفر والرابع أقربهم رحما ابن العم وزوج الزهر باب العلم علي كان ولي رسول الله وبره كان كهارون إلى موسى يفض سرا ويجد أسرا أحب الله محب علي وابني الأزلين القيار من أصحاب رسول الله رجال عشر خير الناس بعد الرسل كرام برر صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى طلحة في أحد لا يخشى أبدا ما يفعله الكفر صدق الله العبد وأنفق مالا لا يحصى من كثرة وأواري رسول الله الزبير سريع الكرة يعدل ألفا بين الناس لا يحمل عقدا أو غدرة سعد قال رسول الله جاهد للإسلام ونصر كان مجاب الدعوة أبدا وتقيا لا يطلب شهرة وسعيد بن زيد ابن عم بن نفيل ذي الفطرة خاض عروبا قا
قال بتوعا وشجاعته رفعت ذكره والزايد عبد الرحمن ابن العوف وسيد زغرة تاجر سرق ينفق كرما أما رسول الله وبره عامر وهو أبو عبيدة لم تستطع الدنيا أسره فتأشى أمين الأمة عرف الناس جميعا قدره من أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام برر أبو بكر عمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد طلحة والزبير وعامر وابن العوف تمام العشرة من أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرعا ومسرة بشراهم بالجنة سبقا يا للبشرى يا للبشرى أولهم الأرجوزة المنية في ذكر آل أشرف البرية ابن أبي العز الحنفي قال رحمه الله الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها تسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر فضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نسان وقبله عين أبيه آنا وبعد عامين على فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأدواء وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير تبب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذات بعد عام اثني عشر وكان من أمر بهيرا ما اشتهر وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرى بأمنا خديجة مبتدرة وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاره إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم هذا التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد داري والكل في حياته باق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكمه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود شم وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول وسورة إقرا أول المنزل ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة ثم مضت 20 يوما كاملة قرأت الجن نجوم هائلة ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام وفيه عادوا ثم عادوا لا كلام ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى تمل وهن عشر وثمان ثم قد أسلمت السادس همزة الأسد وعلى تسع من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت وبعد 50 ربع أسلما جن نصيبين وعادوا فعلما ثم على سودة عمد أخضره في رمضان ثم كان بعده أخض النبي الصديق في شوال من بعد 50 وعام جاري أسر به وسر.
Assalamu alaikum, my dear teachers, members of the school administration, honorable guests, ladies and gentlemen, and my fellow students. My name is Mohammed Savage. I am a student of Markaz As-Salam. I feel very honored to be chosen to make this speech on this historic occasion. My fellow students, especially this outgoing batch, I humbly urge you all to focus on your studies, respect your parents, seek their prayers, obey them, pray regularly, respect yourself and respect others, especially the elderly people. Help whoever you can help. Seek forgiveness from Allah always. Study hard. Be a law-abiding citizen. Be truthful, honest and hard-working. Our parents and teachers have spent a lot on us, and they expect much from us. Our saying goes, to whom much is given, much is expected. To our dear parents, please treat your children kindly. Guide them, teach the salah, muraja, and a decent dress code. Lead them by examples. Show them your culture, tradition, norms and values which do not go against Islam. Do not let them to be fooled or social media addicts, which has spoiled many young boys and girls in our society. I thank you all for gracing this historic day. May Allah's continuous blessings, guidance, favor, love and honor be upon us all, our parents, loved ones and the entire Muslim Ummah. May Allah forgive all our sins and those of the departed souls. May Allah grant us with the best understanding of our religion, one another's imperfection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mr. Suleiman Cisse. I am the English teacher here. I want to salam all the teachers here and the members of the school administration, honorable guests, and ladies and gentlemen, and the students as well, and everybody who attended this program here. We appreciate all your coming. What we want to tell everybody here is about the parents. What the boy said, I just want to emphasize on that so that everybody will understand what the boy says. But what I prefer most is to speak local language, Salahule language, so that the parents can know what I mean, because I cannot put everything in English and not everybody can speak English. Good. What we want to say here, especially to the parents, they have to treat their children kindly or accordingly or in an Islamic manner, in which we should take care of their muraja, advise them, supervise them on their muraja, and then lead them in anything we do. And we have to also lead them by example, show them our culture, our tradition, our norms, and our living standard, which are not against Islamic teachings. You know? And from there, we also talk to them about this social media, and we have to be very careful with them and let them not be social media addicts. Na to od sarna sugari angana kara irnantin dal ammar honu kuya kene na dangi lemunu ko gari oni korosi oni tanga oni kharangundi gelli man baka gelli opare mo gonunga oral ni mo gonunga ado dinanga kene na dangi oni kharangundi gari ogan kaunta ola randa ga mo gondo dinanga ado dambenga hibenu ganta sariyan sogini ganta salama kun sariya nsogini na to od kharla ke don kun ora jiku ke dambenju koya ho gani jiku merente ngona se oro otu gona kembo gi kamagon ari lamingan ke wa munda ona droodo ga lemunu ko ono kinto rital won ke baren kay ar ke social media bo gadi lengi ke social media andal minan gabe bono ni gane kanun no goni tal honu kwan ona ital won ke barun ko siri aro iga social media ke iga yushin mo gali TikTok nga na YouTube na Facebook nga ona ken ko sa wale benen karange en chaga na halle mo ko siri ke na dangi ona ko ya kay gadi nanti o ga kiyebe di lengi tal honu andal minan chubono ni aro ke social media saronon chuli kinto gole munun battenga lemene nagiri sarren ala sa kompe no gondi awata lo ngama wuron megan chuko ma wuron megan na gato onan ko da lemunun da lompi wala ken ko non control siri kemre wadu wana sarano ndanga ni kubenu ga tawe ron kunne wadu wana alla kana be su sire sa gandi wa alla nya gana sarna hurun aru aghi hur aru islami lemburu alla kana hinnya na kalle hasida bire wa alla nya gana kubo gola qur'ana ketanga alla kana
qur'ana ke alla kan odi nya gol nya nga nga ci alla tun ka hunda fon nan ci rawo har salem ru ko no kaga bo wo waka nya marni kana ka saron digan kan nun teringa waka su kana saron digan kan nun teringa kana ka duro to yello ni murajan ka ranga kana maga nya tiralle mure su ka gara gira kana wa se su kana gira kana warra batte nga kana akil ndo re ken kay mo xini insha allah wada ci akata na ko umman nga ni wadu wana liya nan tudan nga ni wa sun warni mo xiri. We are praying for each and every one to live longer, happier, healthier and progressive. May Allah uproot every evil planted against every one of us here and our families. May Allah forgive our departed soul and grant them the highest place in Jannah to Firdaus al-A'la. Thank you all. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi ala ni'mati al-Qur'an wa kafa biha ni'ma. Wa nuhayyi al-jami' ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نطيل الكلام لضيق الوقت. وما أحلى الحفلة المتخرجين الذين تخرجوا في هذا الشهر مبارك الذي نعيش بين أزهرية الذي هو شهر القرآن، يسمونه شهر القراء. ونتكلم عن فضل تلاوة كتاب الله العزيز مارم ودا التي جل وعلا ودا التي قرآن نيما كما قرآن أوسيتي نيما كم فل أنو أصار نوخا أني كوفا أني نوار وتغطي التي نيما فل أنا صارون فل أني نوار كم بغلو خرولتو بدي دينا كم فل una salli farin kama sallallahu alaihi wa sallam idha kimbe wa marin tirin kanun suwa suqantana ti arjadun kunun qantaninga kana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh odiga min tagilun haqati ligayendangan uga sinu hube kama kinyini qur'ana fasamantau sado uga rukinu hondi una marin musu qanta una tunanti uriti subura qatito gunya imam malik al-islami khalaku bikhwalinga كمان يوهبوا كسمه الشيخ محمد موسى كبا أدو أنا يبغى الشيخ إبراهيم جمانة يكتني رجعتني يدو اختبارات معه وكذلك وأخي وقنا شباه ولا وجه وكبل لما وينجل لما على ضروري كنا يونا نوار كن كما نو ودعين دي كدين غلا نوار كان ننتونا هون نكو جمانة عن لا شأن تما كي يكين سيغريا أنا أخرى مغنوار الشيخ لأنك سامع أنت أوغا دي غامونو آيا غنجرون أدو خراوني يعني تلني كنجا تلني مهدي مهدي تلني إسلامية إذا كم بالواجب يعني إذا نبي بسم الله أنا لهون نكبو أننا كنجا جماعة وواسينا هو بكم مارمو كنجا قرآن أخر ينفس من تاو قرآن أخر ينفس من تاو ناتو هو قصو بينا غني سلفنا كقصو إنا خلي إناتي خلقن إقص النكاي وكذلك أمر بن قيس أن سيري كقص وانا شهر شعبان أن بيتك لغا أناسو أنا تلو قرآن باني أولا وان تلو قرآن خلقن أولا حال النسيرو وجمان النسيرو وكان النسيرو خليل أسف الشهيدة سورينا نقورا أولو حال لكوي بكاك قرآني أغان تا سنقص وانا كي سوري ونواري إنا قرآن خلقن كم بغتي فلا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يكون أنت وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ألا يكون أنت فرسل البوتين كنك تعالى أنت نصرونا إذا رقم كتبك قرآنك كن حجر تلاوتي توان نكون أنت كن يعنى قرآن آخر يلقى عنا لتغنو أنا أقول لك لقم كتبك إذا لم نمفاي يغبو إن أنت لهم قرآن آخر ينقى la sewu ga gosobe no inam pare sungoskabe uga jom ko inay ala gala ko jom do khairidi ina telengo qur'ana khalanga ina sigi ina saliti suronga ti qur'ana kebe ga datanga qabrem be lemine ngara qur'ana tanga ga sigi salaga hutu hutu kunu ma wale ga to ada ngina ila kembra ngi be qur'ana tanga ne on tanki li qur'ana tanga ne ki qur'ana allati aqutinni ana hinni allati inna sanulqi alayka qawlan thaqila التي ونادي عن قتلنا ولا أنك فارد لكم أتغد ولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل المذكر التي ولا إذا قرآنك نواني
هنكون عندنا غني كوهانا دي أنغا تغاسل في القرآن كيا إذا ونن قرأ تغاسل في القرآن آيرنا القرآن ني أقتن أني نكو كم سرير أنغا دومينا كم أنغا خارنا هكذا السودان بيا أني ونن عندنا أقتن نكو أنغا كم سرير غادي حلل كوي خودي غارانو غلا كوي كموبايلو كواتسابونو فيسبوك تيك توك ونصار يدو جالبيا لا حول ولا قوة أنا سينغاري لير ساعات لير جاب أناني أو موبايل يمين antahido nan ta kana da na izbi bana kala na usaido idan qarabu ulumunu kada antilan qur'ana kala ina ana hizu kiyani hizbu tummi hizbu nyari kala kala keno hosu da kam ka alhamdulillah kala ina da sunya galinde arso ondere kala kala be nyare kala nusubi hadisu binu tanga wakadhalik adu abiyatun kala kuminu tanga kinyeni saibu rahbia ati tanga ndi na tu tanga na subari kanan kinyana tanga ndi na kam pakati lemna um pakati jen aga sabati nan sonu men kabire manga khorawo anga ya problem ngari ko haba dere nga wata unere ba 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 wage ko ta uga dangini amisire tu sura do qur'ana la dome alhamdulillah kina lati gore ma ko ta inta da ma qur'ana ka ndata ngaba ati ayati limani ati khibaru ngabo yin sawuda idan khawun bai khaba ko khibaru sun ta kamma ma ro kobe he defense he agan kamma إذا خلتنا القرآن خنن يا خرنا ورونك أنا كذب سبتيني قصون مني دمني أنا هو بخرا تقولنا وندي السبتيني أصون مني قط وانا وانا تعلم الشيء في الصغر كالنقص في الحجر خيره بيعرف جيلك ما كنا بنقوله با إلى الموت ما كتك عليه وانا وكذلك أنا هو خلا خرهم بقتني أنا هو خيره جينك ما خيره بيعرف جينك ما سبتيني با أبو لغنا إذا كم بعلو يا من أنتوا القرآن خرا فارنتي وأن أتلو القرآن علو يا من أنتوا القرآن خرا إذا القرآن خلينا أنا هم من دو سؤال سنمنا أنا جارا بكر سنمنا الله لا يمن تيغا سود فاتر أتي يمن كرونا الله كتابين خارنا إذا سلل لغا سفر ونسلون كلا جدي سيغين دي إذا كوين نينيا كيب ألا غدي نفقاري ألا غدي ورجاء كيريا قلنا نبانجين بنانو خاسي رامباي خانان دروتو خانا خبرنو خاني حاسة تغانا بريم أنا بري كيب ألا غدي كنا والله ألا ننتري على قيمان كودا تنكباني أنا رمينا أنا كتابينا idan fal mas'ulun lil jami mas'ulun aswa da gane kinyeni onega yigo kinyana buka jawala o ma tunne jawran kinyen onega aga da golle kebe da bari gambia suno wonde la shaqo wallan yar bannanu kana nyaa da batin na musabaqan da bari o be ga miyo do hutan da kinya daga ni ina burin fi sabilillah allahu akbar kiya allati wa inna la dhikrun laka wa liqaumika usabad usalun ala ki qur'ana ani nan ke fara sala wurgin tawo al darun tawan kende ati wajiri wasa sutrin qur'ana dun ko nan da bari da kara mangunun fai itan bin tonni hontima ko kan an yi hasana anna burke anna dina amma nan tanga anna burbe ki kinniya anna ti diyan fasale ma yana nan ti binuya marem qur'ana dinan fasa o wala wunaga kane ala den ki kara mangunun be kitan nga anya golle hon walida idaru bakwe man da sabu ko kara un sabu da kabonan sabariya ona munyi duna khotan kam salafunun niya igi ga qur'ana karna igi wato umuru wailani warjaga umuru abdul mubarak tuwanu ngaire abdul mubarakun iya tuwanu nga iya hukumu nga ida allah dinan fasa ala abubakar siddiq iya tuwawi khala ida allah dinan laga abdul rahman ibn auf kusuri bannanu ye khala ida kede fasa man tawunya allah ganya na sure gudu dangan amanya nanti aswan ida bannanu mpai ina nyawe meno urkeno na sugbelo bade onu wadi wato no na bureno hon kama agemenya Allah ganya na komen ngad anna burkebe Allah ga kina nga aro Allah kile non Allah tikuyimu yarjuna tijalatan lan tabu iwa jagunde jiki Allah ne ngani jagunde kiriya aga tabuno anta perde anta kasar li wafiyahum ujurahum Allah tikuru ini barajila ina mafunida alqayman kota wa zidahum min fadli ani li ani kauni jid gelo qurafa samanta inna ghafurun shakur Allah ta'ala ghafar dana ana tikite hukumfa farindo yamba nan tuna qurana kara una on qur'ana kharna na toti la ra kosa awarni khanjo nane adun ko no kubedu iga nya kharna duna keno wandi iga golita ya qur'ana dun konu iga hobe jabala bakka isrun no wandi gele janabe imbe nga khibanta wa kada sibere menga na qur'ana tanga ala khala la ra kota darun taun kuine ina kenya rusaru nyimen falami fadila idan qur'ana una tilungu qur'ana ya urondo kie una tunanti o khairi na ke qur'ana وكذلك اولو حلكو القران مسيبونو كتاب البلاو انا لامبينا نيو ان انت القران الله يكون سيرني حلكو القران
فإن له معيشه دنكا بري قوتي على لك يسقكم لا لا ركوت انا ولي ام بينجيتين انا تين كما من غير 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 دنك اري غي دولان ني على نار الله كيجي انا كم وادي كيف من لكت ام مودا دي تكونو اذا كمبري انا دروتو انا خلان غومبو اوني هاسا خلان غوندارو كبير وخلان غوندين يغالي منو خلان غوندي سبنت خلان مكونت ورا بل امه كا وكاز خاصي كبينيا يغالي توا لمنو نون وكذا خلان مغونو كا انان سيغي اسيغي لاغي لمنو خلان على معنى نيان iga lamrun kiran an tanne karamudi sebe ga anta kenda mala tafiji muy ala manaw alla ga antiri lamrun kuya ange ka woni subhanallahi ti karamudi motmo la shakka alhamdulillah ushe wa akhina shabawre lamrun ku asigi karamu sebe so sugarire lamrun ku wala kharagare nyaare anyi menana turanti adugol khore nyana kenke di mani ga ikhlas nyana ma khalasi ngana ba gollendi angani ne ambire duna do alkhayma kibir wala nyaare jalla wala alla ga ma gemi nyaawda khasudangani alla ga na khairi nyaawda ngani kulum nuku ya tuwa ku ya khwal ke tanga walla nyagana alla gana sabati ore sonno mon hondi na baraji ki yaw sarro wurunga wa alla nyagana jalla wala alla gana sun sun ka ko jomo khair wa akhibinu maribu ga filistin wa alla nyagana igabalo kire no hondi alla gani jabakan on nahlin ya khairiya salaminu alla gani tagadi ga sunan wayo salamin sura qur'ana barken kama wa sallallahu baraka ala muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصف كبير لأن أتحدث باسم أولياء الأمور وكثروني ثوبا قليلا ليس بسعيش إن شاء الله مريمود الله سبحانه وتعالى أرتيغا ينتوك أرتيغا لغان خوا وصلى النبي من كما محمد الله قال كيسين دون نيمان بجا كما دي سيبانو أدي دين بارنو سلسوغر وردي كلمة كتا قياما كوتا kengana dangi mare mu ko boga yoda asu kunyi titto kondi jammunga ona kunyi ndenu tu o gidai hana akembe ganya sabunga na ere kitandi ayani alhaj bahru wage wa atala allah hayatahu ona dua allah gana oda awunga na hokka hayna gillondi sahal kama agar juudu kebe dabari juudu ke na nya mustamir ila yon din amma kuti ananya ko ya ga continue ni oda afusu kunyi surtu modiri ke oda kunyi aro murahib al amma fi markaz salam odi su kunyi odi mama igal juudu be dabari igal broto be dabari ko nentay ko indentay ga ko gari ere ante namo hoori am aganya agada da sama ana amma simma kenga kitina anda kenyere anda wo xamu ko padi gelara ngadu mamu pampa mamu ku ari ay am kan sonde men noko nga kendre keta markaz sala ori nuari ori mama igra grote be dama itu ba dun allah wala allah ngar ke golla ga na dume ye bor dina ga gilli amin ya rabbil alamin wala o ha ba o dum se igra ke genne ke bakke ku ndu igra ko bona ke biya kenyani alhaji muhammad mahari drami hadithu allah wa aab o haalonen na ko mo su o to singa gella ga nimi sidi lemme ken ko kemre sanse manya awsoron kharamun ni risala nga yani zawahir al-aklin o inga loga ta ko noga trenke o manji be o te khawonyo ga trenka na o da allah nya ga subhanahu wa ta'ala allah ga na agar duube be yedire ken ko allah ga na neman ki nyandai adimbaru ko wala gani ko ni halle ha ga suru ko bare tamu ko kibe utu i ha ga jokki do kenga yella la gala ken du manda amina ya rabbil alamin i goro su bandi ho gari ri bonde halolan kunyi orande diga me ngillo ni waxati li xey ndanga oda masaid mun kunyi ado ma ahadi dun ko lu benu gari re ma hadi talindi al islami odi kunyi ku benugari bi ismi al mudir landi arifu zaid
inshallah na tu siri siri nga o gondi be me siri siri nga waati be woni mo dure ko nga karam ko ben ko nga sine su mo wara me wari o da ta tan ko tin kon woni nuwari wata ko ni re o iloda mahad imam malik woni ha ko yori nuwari nalle mahad mudir nurul islami mahad nuri e mudirin ay ta ko ya kanjiro nga aya gani sufyan adrami hafizahullah raahu kirseke be wara ko yani ay menya hayte o magiri o ga kunyinden khere khere ne nakini rabitatul al islam sonin ulama sonin ke 2019 o ra jemmende bari afaran lake ya aswali fere afrika nyinyu ku swali o fannu wakun no nga gello gar warta o ya enta akama o do nuara gadi hakati wutu gelli sokba ga tauna la trenkina makor da mahido wa adruhu ala allah subhanahu wa ta'ala kenna a isa jawara kenna na dangi o do haba kunyi aya gani alhaji mahamudu silla tunka sabin ken yani o ko haba ni alhaji mahamudu silla silla tunka tunka ke sa hen to honni gara sa ka kama ko iga tinin ke da brema sa ko mako be insha allah wada alla nyagada aga tamuta ke be aga tawra ke be alla gana dalandi kenna akitena hollaki gabi adi pour dina ke de mande ndanga ana burenka warandinka atabandinka onati alla gano da baraji o mamu go hadi o ha batugune raja bakkar sinera o re ko nyoro noari a hadi ya bi hakatu so wara gelle so wannali a nalle ka hoyere o da noari o da mama o mamu go do doktorin khayde aya gadi cheikh baba dangana inshallah o da fatu ko o da noari e o rantay wakati ngillo dine khadalna igara pas de kino e kenya no non diga muti lemum pa banu tokuma o ko rasul lemna ngum nya wore mum nga kharanga daranu nga iga kharanga tafi du ningiranu nga o mani ya mare kitana ko gelli serganu ga kharan kon teke nyoro ado ko benu ga sabbe ga kharangu ndanu ko nga aga toni nuwari tu garo sun tu ko ma haw galla wa konno ke kharan kon ko gume da do amedi tanu tanu benu ga gambe ni nyen kamma aga ndona kanwar la nu kafi akko o ranta khatuga do khanto kuma khatuga do ne ko magana Allah subhanahu wa ta'ala ma na do do qur'ana kharange patamun te ko be gadi akore ko enya wa biha yahsilul muslim al hasanat kama za'a fi dhalika an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qal man qara harfan min kitabillah falahu bi hasana والهطرة بأكل أمثالها ولا أقول أليف لا ميم هرف ولكن أليف هرف لا من هرف ميم هرف هذا بس كفاية كي باني كي وسي حرف بانا أنا أقرب براجو تن أنك نبقى نسربي خرامون دي كين خادا ومي كين خادا ومي كين ينوكو دوانا جي كي خرام كمبنان دومي ما دونا غنجري أنا أكونا رجنة لكرزا وسنوكو نشي قرآن كي سببو مارين قرآن دينو غدو ونم مال قرآن ونم مال قرآن ونم قرآن دي قرآن ونم قرآن دي قرآن ونم قرآن دي قرآن قرآن دي قرآن نهاية تاق ميركو مالكا جنگا سرسوما غا انت من أهل الله أنا قل لي الله قرآن الله دين بأينا أنا اسم مالك رضي الله عنه واتيلا بغا الله فارغا صلى الله عليه وسلم التي إن لله أهالين من الناس ننتي الله سبحانه وتعالى دنكم لما قدم بان لما قاعد شككونا كل لما قدم لما جلي سرنا نقول سيبون كل كورين تدعن منهم يا رسول الله كل خانكم أتهم أهل القرآن أهل الله وخافه قرآن دنكم كنيا الله كرو iga dum gira su hayde ina ko lampanya ga ko mini beddum tam marka dinga nokku qur'ana ga nokku sa da tanu sudi yo tanu ta ba mana kali allah titte nyani wure allah de man den titte nyani wure kembe keta sarano o suna duro ko to remun ku be no gali taru ni tundu e kala ne kem mahabuna ga nyana ha ba ma kula digo so do bari ande men gabe an kala nan nyanka ila rasta nyatu gabe khara yanka imungu igara tebe khara mana khanda ken sabu
تخرجون بالله يبغوا هالليره يبغوا هالليره إذا تنيب تامونا إذا ترالون كم بعوض سارون كيلون تدي كم جيرانون كيلون تدي كم سوسو كيلون تدي كم تعلمون كيلون تدي كم إذن ناسو ما دارسوا إذا تيجي خلاص مغرا سويته جل الله كتابك كن قال أعوذ بالله يعني الله كورا من مبتغى كونا كورا خلوان سلوان جاها تبنا لقوز لهم خاني دا هابن وين خاني دا ساهم وين خاني دا قروندان وين خاني دا قرام مغن وين على حد كفاية وقفت وقال مالك كبتو سالان كام خاني خاني قرون ننسيقيا ساهم سيقيا ننسيقيا هابن سيقيا ننسيقيا قرام مغن سيقيا ننسيقيا قروندين سيقيا ننسيقيا برين سيقيا ننسيقيا كتو مالون سيقيا كن يعني قد روان جاها تبنا خاتمان ان يملك رهي بيكار عمر جزاء الإيثار ثلاث في سرين يغانا تبادون من يقوم فسادا تقوصري خاتبادون الله ما لأننا يمري بيكونا خدا خانا 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 يتو خانا يلقى هالليل خانا كنتيني خانا رشاري بولو خانا سينون كنتي بي خانا خانا ينجوكو بولو خانا كنتيني خانا ينجا خانا كبيرو خانا قطن بيكنا ما خانا بولا غاي خانا كنتيني خانا خانا Sebab yang munda ini, sebab yang kita munda ini hanya liberasi. Angan kita munda hanya liberasi. Wan wajiman. Angkaran. Kamu yang berketat di kolej sudah balik. Darah kau dengan mukbe. Atam tiang takas bagan dempai. Angin dah Quran tertanggih dan dah habis dulu Quran. Baik ayat walasanawat. Orang orang apa orang yang baik itu. Orang yang kita bermuka. Orang yang dah berbilai itu. Ijan kembali ke dalam cara mengakali jikin, mengakali musuh. Lintas tu seorang tu yang nak berbaring. Karena tu orang bersih, karena apa perasaan, karena harga tu sehari berima hari kawalan kaum mukmin. Karena tu orang bersih, karena apa hidup mereka urut dia, karena apa film tu ko, katuran lembundi, karena apa film tu ko, kabundan lembundi, karena apa cara nunya baru mereka. Aduh sering suang tu berbaring, kitten nukonga gaya mereka tinangga. Anna tinja mari daga anna karani anna mahaj ken mayu sai mayu ofanda mu gore lenki qur'anake ona fanya da kammo ona fanya kibiga kariya da nyakanni ngela nte amma tun ke ma qur'ana ta Kakek kita tahu lah dia mampu tak dan bagaimana nyata kami. Amalan yang ada adalah jamuan. Lah amalan yang ada jamuan. Tapi kalau sekarang mau lu pijau ke dosri na, berubah dia gaya yang boleh mesti. Angan ini menyita bulu kalau dia bukan jin mahal ibu burungnya. Pasti ini siapa pemilih? Namun dia lalu pun apa? Ia apa? Cara lu bunda kau ni apa nak kiri? Kenyang sih dia hanya yang mahal ibu burungmu. Idrus itu sendiri na, tiada kerja. Okan lembu kudema, jika kibetara jadi tuah muka, amma hanya jawab lenga, agaknya kiringa, bal antuk itu memaafkan orang, ira memaaf katak kalian. Orang masuk luar, orang sama sama, jika nak dibekin oleh Insya Allah, undang kita sama, wah aku tu kemurna kay, wah jazakumullah khairah, alhamdulillahum Insya Allah, orang masuk luar, kita peringkat di sana, pakar lembak kani. Imam Ibrahim Shah Rasulullah Taifa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.